لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. يا عيال من يبي عشاء طلب له معي انا بس اسمع استنى شويه يمكن ياسر يجي. يا ابن الحلال ياسر له اسبوع ما جال استراحه، طلب سلامته. ياسر مريض. امه مريض وش فيه؟ ما ادري مرض. ها وش مرضه؟ مرض من الامراض التي تصيب الانسان. فاكي ياسر مريض ولا ايش؟ اتوقع انه مريض لانه ما جال استراحه من زمان. يا ابوي دزها انت وتوقعاتك. شكش جاك علم عن ياسر؟ سمعت عنه شيء؟ يا ابوي دقيت عليه اكثر مره ما يرد، شكل كلام كفته صح. يا عيال هذا خوينا لازم نسال عنه، دزيناه لبيتهم وحنا راجعين ناخذ لنا اكل محلي. يلا هيا. ياسر بخير ما في العافيه، انتم ما تشوفونه؟ الا بس لنا كم يوم ندق عليه ما يرد، فقلقنا عليه قلنا نجي نطمن. حياكم والله بيتكم محلكم، ياسر صديقكم واخوكم من زمان، وابشر بعلمه بعلمه انكم جيتوا وسالتوا عنه. احنا جاهزين نبغى نروح ناكل في المطعم. أبد حياكم الله، أنتم في بيتكم وش تاكلوا في مطعم؟ غداكم موجود وكواتكم الحين تجيكم. لا يا عم كفتة قصده إنه إحنا معزومين على الغدا، كثر الله خيرك. هو صادق كثر الله خيرك. اسمع يا كفتة لا عاد تعطي توصيات على مطاعم، ذوقك ماش. يا أبوي حرام عليك أكله مرة طعم. لا يا شيخ أنت ما عندك مشكلة، الأكل زين مو بزين فرامة ما شاء الله عليك. الحين وراك انت وياه رايح عند ابوي تقول ولدك ما نشوفه؟ اشغلت امي وابوي الله يشغلك انت وياه. ابوك التصريف البطله. تعال تعال علمنا وينك زابن لك كم يوم. والله لا زابن ولا شيء، صرت اطلع مع جروب ثاني، اطلق من جو الاستراحه، جوهم رايق. جوكم عزايم؟ وش دخل عزايم؟ وهو صادق على شكلك ولبسك كنك جاي من عزيمه وطاقها احلى مفطح. انتم اخر الناس تتكلم عن اللبس، وش عرف كنت وياه هذه الموضة؟ بس تبون الجد؟ يا عليهم جو، عليهم فخامة، تبون أكل، تبون مواتر، تبون كل شيء، أسواق، تمشية، تي ون، فرفرة. طب عادي تدخلنا معك بذا الجو؟ والله إذا تبغى تدخل معنا يا عامر يبغاك تغير أشياء كثيرة مرة. أشياء كثيرة فيني أنا؟ مثل وشو؟ اسمك، لبسك، شماغك، مشيتك، وبيني وبينك طاقيتك. طيب لو جيت ببنطلون وتيشيرت يمشي؟ يا قد ما كنت يا حبيبي، التيشيرت والبنطلون بطلوها من زمان، الحين ثوب السلك الكريمي هو ترند عند عيال شمال الرياض، ويبيكم تشترون سماعة ايربودز وتحطون واكس على شعوركم. اقول لك انا ما عندي واكس، ينفع احطه على شعري زيت؟ زيت اجل. يا حبيبي انتم يبغالكم تدريب نظري وعملي وبروفا قبل الطلعة، خاصة انت يا بابا سنفور. قصيت سماعتي عشان تصير زي سماعتك. السموحة ياسر امسحها في وجهي هالمرة، تعرف خوينا درج، الحين وش المرحلة الجاية يجعلك تسلم؟ وهنا يكون دخلنا على المرحلة الثانية. أما عاد المرحلة الثانية لا يكون بس تبينا نستأجر موتر، وموتر كفتة وش فيه؟ لا يا عامر موتر كفتة ما يواكب المرحلة أبدا، انزل انزل وش عرفكم انتم؟
فوف 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 سلامات. الناس كلهم طقمه نفس لبسنا يقلدونا. ما يقلدونا يا سبك انت وياه، ذولا ماشيين على نفس الجدول حقنا. ان شاء الله نلحق نستاجر موتر قبل ما يخلصون المواتر علينا. يلا يدك على 500 انت وياه. 500 ليه يا ابن الحلال؟ الكشخه هذه والفخامه هذه يبغى لها موتر زي الناس، يبي لها رينج روفر جي كلاس ولا روز رايز، يبغى لنا نحمل كل مقاطع البارت المحذوف. ها وطنخ شبابك قبل ما ترحل ايامك. صح لسانك وابشر بعزك. هذه 500 ريال كنت مخليها لليالي المعاسير، وجاء وقتها وقت المخاسير. في 200 تمشي؟ جبها. انا ما راح اركب معاكم. دار انك طفران يا ابن حلال، جيب اللي معك. انا معي 20 ريال. تنفع تنفع، نستب فيها الكفرات. جبها. حتى يا عيال الطابور ده متى يمشي؟ لا يخلص التيون. اما يخلص ترى مو بحفله، يحس بحفله التيوان. شارع ترى مو بحفله. شارع؟ اي شارع ما يخلص. اوكي. خلوه علي يا عيال. يا عيال من لي سيارته محروقه برا، يلحق عليها بسرعه. وانتوا لما طلعت معهم؟ انا جايب تاكسي. جايب تاكسي؟ اي تفضل تفضل. لا 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 انت قبلنا امشي. لب الموتر الفخم يا عيال. كويس يا عيال لحقنا على اخر موتر، ولا كان ضاع الجدول. المهم يا عيال طق الثقل ولا تتلفتون واجد. ولد ايش قلت لكم انا؟ ليه؟ لان اي واحد مع موتر فخم يتلفت واجد يعني مستاجره. راحوا عادي. هلا والله بالعيال. الحين وش الجدول يا الخوي؟ بنروح للعيال كاشتين. اما عاد هالموتر الفخم وذا اللبس والاخير نكشت. وش عرفك انت وجهك؟ بتشوف الجدول كيف؟ وابيكم تطقون الثقل لا تفشلوني معهم، وابيكم بعد كل كلمه تقولونها ترجع لك الحياه، ترجع لك تسلم والله يحييك، كذا النظام. طيب الله يحييه. حتى اساميكم ما تمشي مع كشختنا. ايه حتى اسامينا الحلوه بتغيرها؟ امانه يا عامر اسم شكش حلو، قل عادي لا تستحي. بصراحه يا شكش احمد ربك ان نمشيك على ذا الاسم. ايش كان يدلعونك يوم كنت صغير؟ كان يدلعوني شكشوكه. شوف خذ لك شكشوكه فضيله. كلكم يا عيال لازم اغير اساميكم. انت يا عامر راح يكون اسمك نايف بن تركي. اتحداك الاسم البطل يجي نايف بن تركي ونسحب على عامر. انت يا شكش مشاري بن محمد. انا ابغى اسم يحيى لاني انا احب اسم يحيى. لا 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 انت اسمك يا كفته مشعل بن سعد، كل واحد يحفظ اسمه زين يا عيال. ها لزوم لها يا جعلكم تسلمون. يا زين سوالف يا بعد راسي والله، لكن شنقهاي يبي لها زياره ثانيه باذن الله نبي نسافر لها. ضروري والله لازم. يا بعد عيني والله. فيصل سم الله يحييك. ما كنا هذا ياسر بن فيصل اللي جاي؟ أنا اللي هو. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام. مساء المباركة. أهلا وسهلا. أعرفكم على أخوياي نايف بن تركي. مشعل بن سعد. مشاري بن محمد. حياكم الله يا مرحبا. الله يحييكم يا رب. أعرفكم على أخوياي فيصل بن ناصر. مساعد من فيصل خالد بن تركي. يا هلا وسهلا فيكم نورتوا. يا علي صب القهوة. ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا الكشت الكيوت؟ الكيوت عيونك الله يسلمك. استريحوا استريحوا حياكم الله. اهلا وسهلا. الا البركة هالجي ياسر. الله يعطيك خيره ويكفيك شره. اردم تركب جلك تحيا. الله يبارك بيامك ان شاء الله جعلك تحيا. احلى ما فيه لوحه مميزه ورقم فرد. جعلك سالم موترك ذا طلبيه خاصه؟ لا 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 اخذناه من المحل. اي الله يطول لي عمرك طلبيه خاصه. اسكت تقول له الحقيقه انك ماخذه من تاجير سيارات، لا تكون كاذب. جعلك تسلم. يبي لها دبي تجعلك مدخر ان شاء الله.
والله بالنسبة لي أنا وخالد طيارتنا على كان بكرة الصبح، إن كانكم تبون تخوننا أعز من يجي الله يحييكم. الله يسلمك، لو قلتولنا بدري كان حجزنا ولقينا تذاكر أرخص، لكن الحين التذاكر نار جعلك تسلم. لا لا سلمك الله، حنا مستاجرين طيارة خاصة ولا فيها إلا أنا وخالد، الله يطول لي بعمره جعلني مبكيه. لا وماخذينها بسعر طيب طيب حيل، من الأخير لقطة تخيلوا ذهاب وعودة ما كلفت 250 ألف ريال. يا ساتر، كأن حقه دي أبويا في القمر ولا زحل. السعر ولا في الخيال، توفقتوا فيه جعلكم تسلمون. جعلكم ما ترجعون. زبدة يا عيال، وش تبغون نعشيكم؟ العشاء خلوه علي، بس أهم شيء العزبة والمة. وش قال؟ يقول عزبة، ونيس الله يحييك. أي عزبة، وراك شادة أنت. وش عزبته الله يفشلك. إيه فيصل الله يطول لي عمرك، نبغاك تشوي لنا برجر، بس أبغاه ولدن مو بزي آخر مرة لأنه ما عجبني الله يسلم. أبد أبد تامر بها، وأنت يا نايف؟ ها؟ مثل ياسر. وأنا نفس طلب عامر. عامر؟ لا أنا أقصد طلب نايف، جعلك عامر سالم. يا كابتن أنا أبغى اثنين، واحد كده وواحد كده، نفس طلبه القديم اللي ما عجبه والجديد اللي إن شاء الله يعجبه. هيا ما يصير خاطرك إلا طيب، الحين بكلم السواق وجيب الأكل هنا. إلا يا جماعة الخير ودي أسألكم سؤال، المصروف اللي أعطني إياه الوالد هالفترة أحسها مرة يكفيني، وأحياناً ما أدري وين يروح. أنتم زيي ولا أنا الحالي بس؟ أوف صاروا زينا مطفرين. كلنا مثلك، جعلك تحيا وتدوم. أجل أشواني ماني بالحالي، قبل 3000 ريال ما تمشيني يوم، الحين 5000، العصر هي رايحة. آخر اليوم ولا آخر الشهر جعلك تسلم، شكلك ملخبط. سمعت ايش قال؟ لا يوم ما هو شهر. يا أخي دمك خفيف أنت. الحين أنتم مش جوكم؟ ما غير جعلك تسلم والله يحييك، جعلك ذخر الله يحييك. ما في بلايستيشن بلوت وفلة. أنطم جعلك تحيا. أبشر الله يحييك. إلا ما سمعتوا أغنية البارت المحذوف الأخيرة؟ أي واحدة الله يحييك. دقيقة، وين جوالك؟ أنا ما عندي الأشيلات. أبويا كيفك الله يحييك؟ لا 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 لا، إيش ملابس جديدة وتغير كلامك؟ إيانك لك يومين ما جيت البيت. علمني يا كفتة أيا كنت. لا تقول كفتة، أنا اسمي مشعل بن سعد الله يسلمك. أوه مشعل، يعني غيرت اسمك وتبريت مني ها؟ تعال أوريك يا مشعل، تعال تعال. أي أي أبويا. صبحك الله بالخير طال عمرك. الله يصبحكم بالخير يا ولدي يا عامر، يا هلا. كيف أصبحت الله يحييك؟ بخير عساك بخير. صب قهوة أنا أبوك. أنا أصب قهوة؟ ورا ما تجيب قهوتي جعلك تسلم. قهوتي بالبيت وأنت موجود. مع أنك نسفت الجبهة طال عمرك لكن تمون الله يحييك. عندي لك طلب الله يحييك، تبيني أقدم لك معروض طال عمرك؟ ما شاء الله، صار كلامك راقي، صرت فاهم، تعرف كل شيء. ما فيه ولد اللي يقول لأبوه أقدم طلب. اطلب اللي تبي. سمى القهوة طال عمرك. بسم الله. الموضوع بخصوص المصروف اليومي جعلك تسلم، نبي نرفعه من 20 ريال إلى 2500 ريال طول الله عمرك. المصروف اليومي من 20 ريال إلى 2500، خير وش اللي صاير وأنا أبوك عام؟ تعرف الله يحييك أنا شغالة بغير كل شيء فيني إلا أهلي، أحاول ما أغيرهم. عجيب والله، بتحاول؟ بحاول، بس ما أضمن لك جعلك تسلم، لأنه حتى اسمي غيرت النايف بن تركي، ما عليك زود مقدمة، وأنت تو تقول جعلك تسلم إنه أسلوبي عاجبك، صح ولا لا؟ علشان كذا لازم نتعايش مع خطة التغيير ونرفع شوية المصروف اليومي. أسلوبك هذا ما عاد يعجبني. أرجع لأسلوبك الأول أبو 20 ريال. أركد فديتك وتحدوك. هلا أمير الله يحييس. أنا الحين في أمريكا في الشانزليزيه. إيه معي العيال وكذا والربع والأخويا. تامريني شيء من هناك؟ أبد. تبين كليجة؟ تبين ضباء؟ ولا ما لدى؟ لا أبوي أبوي جاء، أبوي جاء، مع السلامة. بلشت فيها ذي. يا الله سلامات. ورا ما البست نبي نروح العود سكوير.
ما اقدر اروح معاكم. ابوي اكتشف الموضوع وضربني. افا ايش دعوه يا مشعل بن سعد؟ لا تقول مشعل بن سعد، انا اسمي كفته. احسن لا تروح معنا، وجهك شبهه. ليه ما جبتوا لي قهوه بارده؟ قهوه بارده في عينك يا دبشه، الله يحييك. هذه ايس وايت موكا، المشروب المفضل العيال، صاد سكوير والتي 1 وعود سكوير. ما يحتاج تشرح له، هذا حد شاي حليب. يا عيال بتكفي في الاستراحه وماني جاي معاكم، لانه ما يحتاج تقول، كل شيء واضح. امشي امشي، خلنا نلحق على فيصل بن ناصر الله يسلمك. الله يحييك، يلا تفضل. الله يكثر خيرك اخوي فيصل بن ناصر، ما قصرت الله يحييك. اي والله ما قصرت، ما شاء الله. من وين جايبينها؟ من روضه خريم. لا تنسى بكره عازمك على الغداء انت وياسر الله يسلمك. تم تم الله يحييك، تام الامر. ممتاز الغداء ممتاز. بالعافيه اقول، ان شاء الله كل جاز لكم. هو اللي بالخاطر كان ودكم تخوني كان، بس على العموم ان شاء الله كذا زين وعجبكم ان شاء الله يا رب. حياكم الله، يا هلا والله. بصراحه ما شاء الله ممتاز البطل، بس اللحم كثير وساده ما في رز. لو حاطين نفرين رز كان قسما بالله دقينا في الاكل دق، ولو مع سلطه مطحون بعد يجي يا ولد. يا حليلك يا اخي، دمك خفيف انت يا اخي، تمره ونيس. عامر دايم الله يهدم. نايف من تركي. نايف نايف دايم نايف دايم، دمه خفيف مره. الله يعافيكم ان شاء الله. بقول لكم شيء، شفت المطعم ذا؟ من احب المطاعم عندي، كل ما اروح فرنسا اكل فيه. ما صدقت على الله انه يفتح في الرياض، كل يوم انا عنده. واقول لكم شيء، سعره ارخص بعد بكثير، بس ان شاء الله كل جاهز لكم. اي والله جاهز لنا. بس بكم قطعه اللحم؟ قطعه اللحم يعني ما هي كثيره، يعني 850. كم؟ يعني تقريبا ب 850. بس المشكله وين؟ عشان تاخذ اللحم تحجز من اسبوع، حجوزاته عليها طقاق. 850 850 1 2 3 4. القطعه الواحده ب 850؟ اي 1 2 3 4 5. هو اكل 2 7 وانا 1 8 9 10 9 10 8500. ترى ما في شيء غريب، عادي يعني. 8500 كان جبنا 10 نعيمي، صح ولا لا؟ ها؟ لا. حياكم الله، تعشوا بالعافية إن شاء الله. الحين وش وضع السيارة؟ لازم نرجعها اليوم. لا يا شيخ، تبيني أرجع للهلي؟ ماني براجع، لو يصير اللي يصير. الله يقويك، لأن صار علي إيقاف خدمات بسبب هالسيارة، ولا قدرت أسدد. إن كانك تبي تجدد خذها وكمل الإيجار. ولا تنسى ترك دحت من راسك وعزمتنا على العشاء. وش بتسوي الله يطول لي عمرك؟ لا يا شيخ، أبعزمكم بقوى مطعم بالرياض. ولا هو بصاير فيصل أحسن مني الله يسلمك. ومن وين لك الله يحييك؟ أنا أعلمك الله يبقيك. نفتح السوق بعشرين ألف، عشرين ألف، عشرين ألف ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود، عشرين ألف ريال، عشرين ألف. واحد وعشرين. واحد وعشرين ألف، واحد وعشرين ألف ريال، واحد وعشرين ألف ريال. أهل عنده زود، أهل عنده زود يا جماعة، واحد وعشرين ألف. 25000. 25000 ريال. أحد عنده زود؟ أحد عنده زود يا جماعة؟ 26000 الله يحييك. أنت اللي بايع، طال عمرك هاي سيارتك. أي صح الله يسلمك. 25 25 25000 ريال. حلالك، مبروك عليك، مبروك عليك. الله يبارك فيك. الحين أنت اللي شاري الله يحييك. إيه نفداك. أجل المرة الجاية حط على شنب كواكس، الله مير يسلمك. أبشر ولا يهمك، كواكس يا شنبي. سمى المفتاح. كثر الله خيرك يا نايف، لا خلا ولا عدم، جعلك تسلم. والله يحييك، جعله من يسر ان شاء الله. هلا من عسر، جعله بالعافيه، جعله بالعافيه. بس غريبه شغله اليوم ماشي، ما جاز لي اكلها مثل اول. والله صدق الشيف اليوم ما ضبط الاكل. بس كثر خيرك. 8200 وتقول ما جاز لك؟ جعلك تغص، اقصد جعله يحدر. 8000 يا رجال. 8000 يا رجال ولا شيء، شكلك زبون ومسوي لك خصم. انا ما قد جيت هنا وطلعت الا ب 10000. ابى اعطيكم معلومه بس عن اخوي نايف جعله يسلم. مره من المرات طالعين نتمشى، قال ابغى اتعشى. قلت سام وش تبغى؟ قال ابغى فول وتميس. مسكت على فول وتميس، تصدقون؟ رحنا واكلنا وعينا من الله خير، جت الفاتوره. ناظر الحساب الا كم؟ 30 ريال. لو شفتوا وجهه كيف تضايق وزعل، والله ما تكملون اكلكم. راح يركض للكاشير، يا حبيبي هذه 3000 ريال عني وعن الموجودين كلهم. كريم جعله يسلم. اي صح صح. اقول بس يا مدير تعال خذ لك الباقي، سفري في واحد اسمه عامر بن علي بياكله بكره وبعده لمده اسبوع قدام، حتى بيصور سناب. يا اخوان ترى بايع سيارته توه، ادعوا له.
الله يسلمك، محتاجين والظروف صعبة، علينا إيقاف خدمات ونبي 5000 ريال حقة أجار الجي كلاس. وعشا في العود سكوير جعلك سالم، مو بالدوسري حقتنا. Let's go.